من أصل جزائري معتزل ويعمل حالياً الحين هو مدرب نادي ريال مدريد. أكيد أكيد أخذ أبطال أوروبا مرتين. أخذ أبطال أوروبا مرتين. مسوي يستاهل. كذا. كذا ولا مجاوب إلا في الثانية الأخيرة. طيب. من حقه خلص الوقت. من حقه أنا. اسمع إيه. بيبي يقول خلص الوقت. ها؟ يقول خلص الوقت. كيف خلص الوقت؟ لأن عارف إنك تعرف الإجابة وإنك ما تبي تقولها. بجاوب في الثانية الأخيرة. من حقي صح ولا لا؟ من حقي من حقي. طيب إذا عاد عبد القادر استعرض هنا شوي. يلا عاد استعرض هنا شوي. خذ لفة خذ راحة كم بساط. يلا يا رب يخلص الجو يلا. يلا يا رب يخلص. عشرة تسعة. يلا يا كريمك تضيع ذا الطاقية الحلقة. سبعة ستة خمسة. خلص خلص. عشرة تسعة راح الوقت. أنت الوقت. أنت. لا لا. أنت والله. والله انت الوقت مسرع ها كنترول والله انت اللي مسرع يا حبيبي جالس في اللفه نسيت والله ما اقدر راحت راحت والله عارف زيدان راحت دقيقه الاجابة ايش زيدان صح بس خلاص انتهى الوقت راح يلا يلا حبيبي لا تصير كذا هذا ما اقدر والله ما اقدر الثقه ما هي زينه استريح 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 واثق انت وجهك تفر في ذا والله ما مدوني اقول كذا بس السؤال يقول تعال جيب وجهك تعال تعال اجلس اجلس بس نهدى يا شباب عشان السؤال